وهنا وقفة مع الثلاثة البيض، مع الشيخ الراوي الشعبي مبارك بن سملان الترجمي يذكر لنا الثلاثة البيض ويضيء المعلومات حولها ويذكر مفاهيمها والتزام المجتمع بها قديما. تفضل يا أبو، وش هي الثلاثة البيض؟ الثلاثة البيض معترفين بها جميع القبائل معترفين بالثلاثة البيض هذه، والدخلة اللي منها الدخلة. الدخل منها الزبان هذه يزبن. زبنت على فلان وادخلني، هذه منها من الثلاثة البيض. والثلاثة البيض أنواع تنوع. لافي بن دبيان الهندي الله يرحمه جاب فيها بيت، جاب قصيدة بس ما أقدر أقول القصيدة كلها إلا بيت قال ألف ضرب البيض ما بين الأصحاب، كل الضرادة ما بعد يلها باب. الضيف أبيع الضيف واليار ملوية الأطناء، كل الضرادة ما بعد يلها باب، وإن كان متروك العمل تركنا إن كان متروك العمل يقول إلا الضرادة البيض ما بين الأصحاب. كل الضرادة ما بعد يلها باب. كيف بمعنى ما جلها باب؟ ما جلها يعني كلام بين القبائل. ما جلها نقض. ما جلها نقض ولا أحد اختلف فيه. تثبت حتى مع العدو. نعم ما جلها نقض ولا اختلف فيه. حتى عدوك ما ت... نعم. ما تجرع عليها. نعم. عدوك المعذيق. نعم. ما تجرع على الضراد البيض. ألا الضراد البيض ما بين الأصحاب. كل الضرادة ما بعد يلها باب. الضيف واللافي وملوية الأطناء. اليار اللي هو اليار. نعم. الضيف واللافي وملوية الأطناء. كل وين كان متروك العمل تركناه. ايوه. طيب هذه عام هم متفق عليها. هذه متفق عليها. من جميع القبائل. ما من جميع القبائل إلا أنا. جارك ما ترضى على أخرى. نعم. دخيلك ما ترضى على أخرى. نعم. هذه كله. طيب ايش التزاماتك لضيفك نحو مثلا جماعتك او جيرانك او بمعنى المحيط او الوسط الاجتماعي اللي انت فيه؟ يذكر ان الضيف اذا احد اخطا عليه او تجاوز في حقه انه لا يطالب القائمين او مصدر الخطا، يتجه الى جاره او الى معزبه. ما يطالب مثلا الان ضيفك لو جاء خطا من جماعتك يجيك انت يطالبك. هذه مرت سوالف كثيره عند الباديه قال مخدوم انا ضيفي ما انا خصم حقي. نعم. وانا اتكلم عنه وانا اخذ حقي. تاخذ حقي ضيفك يعني انت يا المعزب. المعزب تاخذ ضيفك ما حد يتكلم عليه. والجار ياخذ حقه. ايوه. والخوي كيف؟ والخوي خويك إذا كان بديرك. خويك وضيفك وجارك هذا ما فيه مساومة وما فيها كلام. مرة عند البادية هذا مذاهب البادية كلها عند جميع القبائل. عند جميع القبائل